أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. مثل ما حكينا قبل الفاصل، اليوم رح نقدم مجموعة من التمارين الرياضية مع المدرب الرياضي مجدي الرابي. رح يعطينا بعض التمارين لشد الأكتاف، واللي هي بالفعل في ناس كتير بحاجة لهذا الموضوع، اللي بهمله يمكن بهاي التمارين تحديدا. نصبح على مجدي. مجدي، يسعد صباحك. يسعد صباحك آلاء، يسعد صباح جميع المشاهدين. كيف حالك اليوم؟ والله بألف خير الحمد لله. دائما بالرياضة بتعطينا طاقة وبتخلينا دائما إن شاء الله صحتنا منيحة، صح، وبتعطينا سعادة. بتعطينا سعادة أهم شيء، أهم من كل شيء ثاني. مزبوط، بيجي السعادة وبعدين كله بيجي معه. صحيح. وهذا أظن مثبت علميا كمان، إنه هي بتشتغل على هرمون السعادة، بترفع هرمون السعادة الرياضة. هرمون السعادة أكثر شيء محفز له إنه يكون دائما عندنا موجود الرياضة. الرياضة صح؟ أكثر من الشوكولاتة، أكثر من الميوزك، أكثر من النوم، أكثر من الراحة. الرياضة بتعطينا أكبر محفز لهرمون السعادة عندنا في جسمنا يزيد. وبحكي للناس دائما جربوها، قد ما أحكي لهم عليها ما يكونوا مقتنعين فيها، لا بس يجربوها بصير إشي ثاني. صح فعلا. يعني يعني وحتى شوفوا الأشخاص اللي بيجوا على النادي وبتمرنوا، الأشخاص اللي بيطلعوا الصبح بيركضوا، الأشخاص اللي بيروحوا يسبحوا، الأشخاص اللي بيلعبوا باسكت بول، بيلعبوا كرة قدم، دائما عندهم سعادة حلوة يعني. هاي بتيجي من الرياضة. فدائما يعني بشجع الناس انه اذا انتم حابين تكونوا مبسوطين وعايشين في هذا المود جربوا الرياضه. طبعا بتبعها شغلات ثانيه من الاكل الصحي، من الراحه الجيده، يعني لها تبعات اخرى، بس بتبلش بالرياضه دائما. بس فعلا فعلا لما الواحد كمان بيلتزم بنظام رياضي وروتين رياضي بحس قديش نفسيته اختلفت. طبعا انه غير جو. بالضبط، انه غير جو، وغير هيك بتترتب كل امور واوقات حياته. يعني الاشخاص اللي بمارسوا رياضه الصبح مثلا بترتب عندهم انه امتى بدهم ياكلوا، اي وقت بدهم يناموا. يعني الشخص اللي بيجي على 6 الصبح بيعمل تمرين فرضا او على 7، فهو فعليا بيكون قبل بيوم نام على وقت معين عشان انه يجي على هذا الوقت. فعليا بيكون رتب اموره كيف يومه راح يمشي، كيف اكله راح يكون ماشي، كيف شغله راح يكون ماشي بناء على هذه الساعه اللي انا باجي بمارس فيها تمرين. فحلو الموضوع انه منظم عنا حياتنا، وغير هيك بناخذ طاقه برضه، وغير هيك كمان انه يعني شفاء من كل الامراض. يعني شو بدنا نحكي عن الرياضه، كل الاشي فيها. مزبوط. فهي اهم شيء. مزبوط. وما نقول ابدا انه ما عندنا وقت، لانه لا يعني مش حجه هذه انه ما عندنا وقت. طيب مش حجه ابدا. يعني اللي بيحكي ما عنده وقت بيكون ماخذ الموضوع انه اشي كمالي. الرياضه مش اشي، مش كماليات ابدا، الرياضه اشي اساسي. إشي جدا أساسي. انا اذا بدي احكي اشي ما عندي وقت له، معناته انا حاطه عندي اوبشن. لا، الموضوع مش اوبشن، انا ما عنديش وقت فراغ. هذه مش في وقت الفراغ. مش وقت فراغ، هذا شيء مهم. هذا شيء يعني مهم. بالضبط. يعني زيه زي الشغل، زيه زي الاكل، زي الشرب، زي الراحه. صح. لا شجعنا القعده مع العيله. مجدي خلاص هلا بدنا خلص بنبلش نعمل برنامج رياضي. ضروري بنستناكم دائما في الرياضه تيجي تعملوه معنا. شكرا لك مجدي. مجدي، اليوم بدنا نعمل شد الاكتاف، تمارين لشد الاكتاف. شو اهميه هذا الموضوع؟ صحيح. هلا في عندنا الناس دائما بيهتموا في منطقه الاكتاف، منطقه الابر بادي، انه دائما يكون عندهم ظهرهم ووقفتهم واقفين بالوقفه الصحيحه. زي هذيك المره اللي حكينا عن الموضوع انه الاشخاص اللي بيشتغلوا على المكاتب كيف دائما لازم يكون عندهم القعده الصحيحه ووقفه الظهر وشد الاكتاف بالطريقه الموجوده عندنا، على اساس انهم يقدروا يحافظوا دائما على الشيب الموجود عندهم. طيب اليوم بدنا نحكي ايش تمارين ممكن نعملها لعضلات الاكتاف، على اساس انه الواحد الشخص يضل دائما عنده منطقة الاكتاف شادين ويحس دائما في الوقفة الصحيحة والمشي الصحيحة، وبرضه اشي يناسب للملابس انه لما انا البسهم انه يكون دائما عندي في شيب معين حلو. الموضوع جدا بسيط. طبعا قبل اي تمرين احنا دائما بنفضل انه يكون في عندنا دائما تمارين احماء، يعني دائما لازم احمي جسمي، احمي الدم الموجود عندي، ارفع عندي نبضات القلب شوي قبل ما اعملهم. كيف بقدر اعمل هذا الموضوع؟ اما ممكن امشي، ممكن اعمل شوية بسكليت، ممكن اركض، ممكن اعمل شوية جامبينج جاكس، ممكن اعمل شوية جامبينج سكوات. ايش المهم احرك فيه دمي واقدر دائما انه ارفع عندي مستوى نبضات القلب. بعد ما اعمل هاي التمارين بدي استعين باوزان خفيفة شوي. اليوم جبت لكم معي بس 2 كيلو للاشخاص طبعا اللي مهتمين انهم دائما يشدوا جسمهم. ممكن اقدر يعني ممكن اعمل اقل، ممكن اعمل اكثر، ما في مشكلة. طبعا بيعتمد على نسبة اللياقة الموجودة عند كل شخص. بدنا 2 زي هدول يكونوا موجودين معنا. اهم شيء بكل تمرين دائما يكون عندنا التكنيك صح، تكنيك الحركه، وبرضه نفس الشيء تكنيك النفس. اول تمرين حنعمله عندنا حيكونوا ايدينا موجودين من هون وظهري مرفوع لقدام، حرفع ايدي بهاي الوضعيه وراح انزل. في ناس بيعملوا انهم بتكون ايدهم ممدوده كثير، احنا ما بدنا تكون ايدنا ممدوده كثير، بدها تكون متنيه شوي. اوكي، برفع ايدي بكون ايدي موجوده على مستوى مد الكتف. هذا التمرين راح اعمله مره على اليمين ومره على الشمال.
طيب كيف دائما اعمل عندي التكنيك هذا صح؟ لازم الركب عندي شوي يكونوا متنيين، يكون جسمي شوي فليكسبل، ما يكونوا شادين على الاخر، لا بدي اكون فيهم تنيه، وظهري يكون ممدود لورا ومشدود للاخر، فانا برفع عندي وبنزل. الشغله الثانيه اللي نحكي عليها موضوع النفس، يعني انا باخذ نفس اوكي. دائما بحب احكي شغله، باي تمرين رياضي لازم يكون في عنا العقل عم بفكر بالعضله اللي انا عم بشتغل فيها، يعني الموضوع مش انه بس انا عم بوصل هاي الوزن لهي المكان، لا انا بدي افكر بهذا الموضوع، انا عمالي برفع الوزن انه يكون واصل عندي مستوى الاكتاف، وافكر انه الكتف عماله بتحرك، فانا عمالي بفكر بالعضله اللي عم تتحرك وانا باخذ النفس، فانا فعليا عم بشد الاكتاف بالمنطقه الاماميه. ناخذ نفس. هذا التمرين نفسه ممكن اعمله كمان بالايدتين مع بعض. اوكي. هذا التمرين قديش لازم نعمله؟ بدنا نعمله 10 مرات على 4 جولات، يعني انا بعمل 1 تو ذا ليفت، 2 تو ذا ليفت، بعمله 10 مرات. 10 مرات باربع جولات، يعني بعمله عندي 40 مرة. بين كل جولة والثانية بريح تقريبا 10 ثواني. يعني بخلص ال10 باخذ ريست 10 ثواني وبعدين بكمل هذا التمرين. فهذا اول تمرين نركز عليه. نحكي على كمان ثلاث تمارين نسويهم دائما للاكتاف، اللي هو التمرين الجانبي. التمرين الجانبي كيف بعمله؟ نفس ما حكيت سوري نفس ما حكينا، الركب شوي بيكونوا متنيين، ظهري لورا مشدود، ايدي راح يكونوا موجودين من هون، راح اخذ نفس وانزل نفس اوكي، راح اعمل على الجانب وانزل. طيب ايش هذا اللي ممكن اعمله بطريقه غلط؟ انا اذا بمد ايدي كامل بكون عم بعمله غلط، ممكن اذي حالي. لازم تكون شوي مرخي الكوع من هون متني شوي بالضبط، فانا باخذ نفس وبرجع نفس. هذا التمرين بدنا نعمله 12 مره 4 جولات. نفس الشيء برفع ايدي بتكون على مستوى الكتف، يعني من عند منطقه الدامبل لعند منطقه الكتف بدهم يكونوا على نفس الاستقامه، يعني ما برفعهم كثير ولا برفعهم قليل، بدهم يكونوا على نفس المستوى. فبنرجع بناخذ نفس ونطلع النفس اوكي. صار عندنا هيك تمرينين نذكر فيهم كمان مره، اول تمرين للامام وثاني تمرين على الجنب. طيب انا عندي سؤال مجدي. أتفضل. هلا احنا بنعمل بهذا بدون بذل مجهود كبير، يعني بدون حتى السرعه، صح؟ يعني هيك بالضبط زي ما انت بتعمل، يعني بهاي الوتيره البطيئه نوعا ما، بهاي الوتيره بالضبط، ما بدنا نسرع. يعني في ناس بيكونوا يعملوا وما بيكونوا يفكروا بالعضله انه خلص انا بدي اخلص اللي علي، لا الموضوع مش هيك، الموضوع بدنا نعطيه حقه ونعمله زي ما بيحكوا. في دائما جمله بستخدمها بالتمرين، انه بدي اعمل شيء اناقه في التمرين، يعني التمرين لازم يكون انيق، يعني مش انه خلص انا بس بدي اخلص هم، يمكن بدي يكون في عندي يعني اعطي حقه. يمكن بفكروا انه النتيجه بتكون اسرع او لا افضل. لا ابدا، ما لهاش علاقه. هو شوفي شغله من شغلتين، اما بيكون انه الشخص اللي جاي عم بعمل التمرين مستعجل انه خلص بدي اخلص اروح، او قله وعي في طريقه الحركه. هاي الشغله اللي دائما بتكون عند الناس، بيكونوا واعيين زي ما حكيتي، لا انه بيكون الشخص مفكر انه انا اذا بسرع وبعمله بطريقه سريعه وبعمل تكرارات اكثر انا فعليا عم بستفيد اكثر، بس هو يعني الموضوع غلط، مش هيك الموضوع. انه انا بدي اعمل الطريقه الصح وبعدين بقرر قديش لازم احمل وزن وقديش لازم اعمل عندي ريبس يعني للموضوع. لا المهم اهم شيء اعمله بالطريقه الصح، بالطريقه الصح. فانا الطريقه الصح انه دائما يكون في عندي زي ما قلنا اناقه في التمرين واعطيه حقه، يعني التمرين دائما. طيب احنا ممكن نغير الاوزان ننتقلها اذا ممكن. بدنا كمان نتيجه ممكن جدا أكبر. كل شخص بعد فتره معينه بعد ما يصير عنده شد زياده بالعضلات ويصير عنده لياقه بزياده ويصير عنده مرونه بزياده، بصير هذا الشخص بيقدر يزيد عنده الاوزان. بس اهم شيء انه دائما نركز انه لما اعمل هذا التمرين اعمله صح، يعني مش انه والله بدي ازيد وزن وارفع لهون وخلص وخلص، لا اتعب حالي، ممكن بكل يعني بساطه اذي حالي، يعني ممكن بكل بساطه اعمل استف للعضله، ممكن لا سمح الله يصير فيها شغلات اكبر اعمل تمزق. لا ما بدنا هذا الموضوع، احنا بدنا نضلنا ماشيين بالرياضه انها صحه بتعطي صحه مش عمالها بتاذي يعني. فيعني دائما بدنا شويه بس تركيز ووعي اكثر بالطريقه الصحيحه لممارسه التمرين. فعشان هيك دائما احنا بناكد عليها، وطبعا النفس كثير مهم. النفس عندنا يعني الاشخاص اللي بيسبحوا او الاشخاص اللي بيركضوا اهم شيء عندهم دائما يكون النفس منظم، اذا ما بيكون النفس عندهم منظم ما يعني مش حيقدروا يعملوا التارجت تبعهم بالوقت اللي لازم يعملوه. مثلا الاشخاص اللي بنشوفهم دائما بيسبحوا بيروحوا بيجوا بيروحوا بيجوا فترات طويله،
الموضوع اكثر من ما انه قديش كتافهم سرعة. شدين قد ما انه اجريهم شدين قد ما انهم هم بيعرفوا يسبحوا نفس. الموضوع الاهم موضوع النفس، كل ما انا يكون عندي النفس منظم كل ما انا بكون عندي الموضوع احسن واللياقه عندي احسن ونبضات القلب احسن صح. والدم بتحرك احسن والعضلات بتشد عندي احسن، فلازم دائما اركز بهي التفاصيل الصغيره اللي هي بتعطي التمارين خلينا نحكي لنسبه 100% بتوصل صح. هو التنفس الصحيح كمان على كل المستويات مثل ما حكيت يعني بيساعد الجسم صحيا، وحتى هو ارتباطه بالرياضه لازم يكون، ما بينفع نعمل رياضه بدون ما يكون عندنا نفس منظم. لا لا يعني صعب جدا صعب جدا ومش راح استفيد كما يجب يعني صحيح. وخاصه ان الجسم بده اكسجين، انا لازم اكون اخذه بالطريقه الصح ومصله بالطريقه الصح عشان يوصل لكل الاعضاء بالطريقه الصح. فيعني دائما كمان مره نركز على النفس، انه باخذ نفس تمام للامام برضه نفس الوضعيه. التمرين الثالث اللي بدنا نحكي عليه انه احنا بدنا نعمل نفس التمرين بس اللي عملناه لقدام، بس نعمله مع زاويه صغيره، يعني بدل انا اعمل هيك انا بدي اخذ زاويه صغيره لهون وزاويه صغيره لهون. نفس الطريقه بناخذ نفس ناخذ نفس كمان نفس الشيء. القلب ما بيكون ممدود على الاخر، لا بيكون في شويه تنين، الكوع فيه كمان تنين والكوع بالضبط والركب كمان هم يكونوا شوي متنيين، ونفس الطريقه بناخذ نفس بناخذ نفس. يفضل دائما ناخذه بهي الطريقه، انا لما بطلع باخذ نفس برضه باخذ نفس. هذا التمرين كمان نعمل 10 مرات وعلى 4 جولات، يعني صار عندنا كمان مره نرد نذكر عندي 10 مرات 4 جولات، 12 مره 4 جولات، 10 مرات 4 جولات. هلا التمرين الرابع اللي بدنا نحكي عليه اخر تمرين هو راح يكون عندنا لشد الاكتاف، راح اجيب ايدي بهي المنطقه، راح اركز دائما انه يكون عندي منطقه الكوع ماشيه على مستوى الكتف، يعني ما تكون نازله ولا تكون طالعه، يعني هيكونوا على نفس المستوى، انا بهي الوضعيه دائما في عندي نفس المستوى. طيب ايش اللي بعمله بالضبط؟ بدي ارفع ايدي وانزل. برفع وبنزل، نفس الشيء اللي بنحكي فيه دائما موضوع النفس، يعني بالضبط. نلخص كمان مره التمارين اللي عملناهم، عملنا الامامي 10 4 جولات، الجانبي 12 4 جولات، اللي مع زاويه برضه 10 4 جولات، وهذا التمرين 12 4 جولات، بين كل جوله والثانيه بناخذ ريست حوالي 10 ثواني. 10 ثواني ان شاء الله بعد هذا التمرين، يعني وخاصه الاشخاص اللي بيعملوه اول مره رح يحسوا بفرق مباشر. الاشخاص اللي متمرسين بالرياضه بنصحهم دائما انهم يعملوا وزن قد ما بيقدروا، يعني ما في مشكله، المهم نركز كمان مره النفس صح وتكنيك الحركه صح، ما بدنا لا نغلط هون ولا نغلط هون. في شغله مهمه كنا نحكي عليها هلا تحت الهواء، اللي هو دائما يعني في تخوف دائما وخاصه عند الصبايا انهم بيخافوا انه يطلع لهم عضلات، انه يحسوا حالهم انه صار عندهم عضلات كبيره. بحب اطمنهم لشغلتين، اول شغله يعني الهرمون اللي بحفز العضلات على النمو عند الصبايا اخف جدا من ما هو موجود عند الشباب، فهذا يعني بطمنكم انه مش راح يطلع عندكم عضلات، نمو العضله نمو العضله مش راح تكبر كما تطلع عند الشباب. فهذا الموضوع اطمنوا، انتم اللي راح يصير عندكم شد، راح جسمكم يصير اشد. الشغله الثانيه انه هاي الاوزان نحن بنستخدمها ما بتكبر العضلات بالمره، هاي بس بتشد. اوكي، اللي بتكبر العضلات دائما الاوزان العاليه، واللي بكبر العضلات دائما طريقه الاكل، التغذيه اللي احنا بناكلها، انه بعد التمرين شو انا باكل، هذا برضه بتحكم فيها قديش العضلات عندي بتكبر. فما تقلقوا ومارسوا الرياضه هاي واهتموا فيها وشدوا جسمكم، وهي بس اللي احنا بدنا اياه يعني. جميل. مجد، بالنسبه لهذا التمرين قديش لازم نكرره بالاسبوع عشان نحصل على النتيجه؟ اوكي، هلا بالعاده احنا بنفضل دائما انه كل عضله في عضلات الجسم نمرنها الحد الادنى مره بالاسبوع، يعني مثلا تمارين الاكتاف لازم اعملها مره بالاسبوع، اعمل تمارين للايدين مره بالاسبوع، تمارين للظهر مره بالاسبوع، تمارين للرجلين مره بالاسبوع، تمارين للتشست مره بالاسبوع، على اساس انه دائما اضلني محافظ على الشد هذا على فتره الاسبوع. بس في اشخاص مثلا معينين بيجي بيحكوا لنا انه احنا عندنا حاسين ضعف كبير في منطقه الاكتاف، فاحنا بنعطيهم كمان يوم زياده انهم يعملوا خلال الاسبوع كمان تمارين للاكتاف، هذا في حاله انه كان عندهم ضعف يعني وعندهم عضلات اقوى من الثانيه، فاحنا دائما بنحكي لهم انه لو عملتوه مرتين بالاسبوع مش قصه، يعني مش شيء مؤذي، بس احنا بنفضل انه يكون دائما مره بالاسبوع بنلف فيه على كل العضلات. بس في حاله كمان مره انه اي شخص عنده او عندها
ضعف في منطقة الاكتاف ممكن نعمله مرتين بالأسبوع، ما في أي مشكلة كليا. نعم، هلا بالنسبة لضعف أو كمان بالنسبة لأحيان أوجاع مرتبطة بطبيعة العمل، إذا مثلا نشتغل على مكتب أو هيك، هل هذا كمان بخلينا نمارس أقل أو نمارس أكثر حتى نحل الموضوع؟ فهمت عليك. كيف في حالة عندنا وجع له يعني له جوابين. إذا كان هذا الوجع من التمرين ومن الأوزان أجاني، فأنا دائماً بفضل إني أعمل ستوب أو مش ستوب، أعمل بوست لهذا التمرين لحد ما إنه أحس عندي الأوجاع خفت، وخاصة بعد استشارة الطبيب المتخصص بالموضوع إذا كان عندي الوجع عالي. إذا كانت أوجاع موجودة عندي زي ما حكيتي من موضوع القعدة على المكتب، من موضوع هذا، لا بالعكس، بالعكس بدنا نتمرن عشان إنه نخفف هذه الأوجاع عنا، وخاصة للظهر، الظهر بده تمارين خاصة لهي الأوجاع اللي إحنا بنحكي فيها، فلازم بالعكس انه نسوي هاي التمارين على اساس نتخفف عنها عشان تتحرك العضلات. يعني الشفاء راح يكون من الرياضه مش بالعكس. بس اذا لا سمح الله كمان مره صار عندنا وجع في منطقه الاكتاف من وراء التمارين اللي احنا بنسويها من وراء وزن عالي او السف، احنا بنفضل دائما انه نوقف شوي لحد ما نشوف انه عندنا شو، نعطي راحه لهي العضله، لانه ممكن يكون صار فيها شد، ممكن يكون لا سمح الله صار عندنا شويه تمزق فيها، فعبال ما يصير عندنا استشفاء لهي العضلة احنا نرجع منكمل التمرين. طيب اخر شيء بدنا نحكيه عن الاوزان اللي هي كمان يعني متوفرة في اماكن الرياضة، مستلزمات الرياضة، لكن كمان ممكن نستعيد عنها باشياء يعني صحيح. نفس الوزن في البيت ممكن. انا بالعادة بفضل انه دائما نستخدم هاي الاوزان لانه مسكتها كثير مريحة وبرضه سهل، يعني هاي ممكن نلاقيها باي مكان، باي مكان موجودة. وبرضه كمان انا دائما انا بحب انصح الناس انهم يروحوا على الجيمات يمارسوا هاي الرياضة، لانه بالجيمات دائما هاي الاشياء موجودة، والاهم موجود جو الرياضة. يعني انا عندي في البيت اذا بجيب عندي اوزان لا حيكون انا بتمرن لحالي ممكن، فححس شوي بملل. جو الجيم لا بحفز بزياده، لما بشوف ناس عم بنافس بناس وعم بشوف ناس عم تعمل بتمارين عاليه، وممكن اشوف ناس على مستواهم الرياضي اعلى مني، فهذا دائما شيء بحفزني انه امارس هاي الرياضه اكثر. هاي الشغله. هلا بالنسبه لانه ايش ممكن انه نعوض اذا احنا مش موجود عندنا دامبلز او ما قدرنا نجيبهم لاي سبب، ايش بنقدر انه احنا نعوض عنهم؟ ممكن نستخدم مثلا اناني مي، انه اناني مي، بس انه اناني مي يعني مسكتهم مش رح تكون كثير مريحه لهذا الموضوع. يعني انا بفضل دائما يعني بنصح الناس انه يجيبوا هاي الاشياء فبيكون هو افضل يعني. نعم. طيب أوكي. مجدي بتحب نختم هيك بشيء معين؟ بتحب نصائح ممكن اوجهها للناس اللي حابين يعملوا هاي التمارين او اللي هلا بلشوا يعملوها؟ اوكي، يعني انا دائما اكثر نصيحه بحب احكيها للناس ودائما بحكيها وراح اضلني احكيها واكد عليهم للناس هذا، انه يا جماعه يعني عليكم بالرياضه لازم تعملوا رياضه وتحسوا الفرق. يعني انا دائما بحكي للناس اللي بيجوا بيقولوا لي انا تعبان انا مش عارف، يا عمي جربوا الرياضه وشوفوا قديش رح تتريحوا، انتوا لكم راحه، مش الموضوع انه والله انا بدي اروح اعمل رياضه واتعب حالي كليا. هاي اهم رساله بعملهم اياها. الشغله الثانيه اللي بدنا اياها، اوكي عملنا رياضه، بدنا دائما نتريح منيح، لازم يكون عندنا وقت كافي للنوم، بدنا نشرب مي منيح، بدنا ناكل اكل صحي، بدنا نحافظ على جسمنا، هاي جسمنا يعني ربنا وهبنا جسم وروح حلوه فبدنا نحافظ عليها دائما يعني. فهاي النقطة اللي بحكي لكم عليها. لأنه مثل ما قلت إنه إحنا بنبلش بالرياضة صح عشان كمان الأشياء الثانية تكون كلها صح، يعني نظام غذائي، نوم، تنفس، شرب مي، كل هاي التفاصيل متكاملة. بالضبط 100%، يعني بدنا نعيش حياة صحية يعني. وأنا دائما جاهز، يعني أي شخص بحب إنه يدخل في هذا الجو وبحب يستفسر أي شيء فأنا جاهز يعني بأي وسيلة بيقدر يتواصل معي. شكرا كثير لك مجدي، دائما تعطينا طاقة هيك وسعادة. تسلمي يا لا، نهارك سعيد، نهارك سعيد. خلينا نروح لفاصل قصير مشاهدينا، مكملين معاكم.